إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين. فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في هذا الكتاب المبارك المتعلق بشرح كتاب مهم من كتب العقيدة، والذي حرر فيه مصنفه عقيدة الصحابة، وهي العقيدة التي بها النجاة. فإنه جمع هذه العقيدة من الكتب التي اهتمت بتدوين عقيدة الصحابة، وذلك لأن النجاة لا تكون إلا باتباع عقيدة الصحابة التي بلغها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبها النجاة. ولذلك أجاب صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية التي تنجو من الانحراف يوم القيامة وتنجو من النار، لأنها ما كانت على مثل ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الذين استقوا هذه العقيدة من القرآن والأحاديث الصحيحة المنقولة التي نقلها العدول ودونت في الكتب. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله اعتنى بهذا الأمر عناية فائقة، وحق له أن يعتني به، لأنه رأى أن سبب الانحراف هو مخالفة الصحابة في الاعتقاد. ولذلك كل الفرق المنحرفة قد خالفوا الصحابة في الاعتقاد، ولا نجاة لمن أراد السلامة إلا أن يتعلم هذه العقيدة وأن يحرص عليها وأن يفهمها وأن يثبتها في قلوب من يتلقى منه من أولاده والطلاب وكل المسلمين. وهذه العقيدة أيضاً أشار إلى أنها مما أجمع عليه، فمخالفها مخالف لإجماع المسلمين، مخالفها مخالف لإجماع المسلمين. وأما الفرق البدعية المخالفة فلا يعتد بهم في الإجماع، فهو قد أشار إلى هذه الفرق وأشار إلى سبب انحرافها، وهي أنها لم تأخذ العقيدة من الكتاب والسنة، ولم تأخذ العقيدة من الأحاديث المنقولة التي نقلها العدول عن العدول،
ولذلك رأيناه هنا ذكر الكتب التي اهتمت بتحرير عقيدة الصحابة من كتب الحديث ومن كتب العقائد، وذكر أن المذاهب المعتمدة التي جعل لها القبول عند المسلمين وهي مذهب الشافعي ومذهب أحمد بن حنبل ومذهب مالك ومذهب أبي حنيفة كلها مجمعة على تلقي هذه العقيدة من غير تأويل، وبين أن المتأولين إنما اتبعوا أهل الكلام المنحرف، أهل المنطق المنحرف، أهل الفلسفة المنحرفة، ولذلك كل دعوة للحرص على المنطق، علم المنطق، وعلى علم الكلام، وعلى علم الفلاسفة، فإنها ترد المسلمين إلى الانحراف، وإن العصمة إنما تكون في الكتاب والسنة، هذه هي العصمة، ولذلك نقلها الناس جيلاً بعد جيل، نقلوا هذه العقيدة وفهموا معانيها واعتقدوا معانيها، وبعض الناس يلبس على المسلمين ويقول إنهم ما خاضوا في العقيدة ولا فهموا معانيها وإنما يقرؤون ألفاظ لا يعرفون معانيها، وهم الفرقة التي يسمونها أهل التفويض، فيأتون بنصوص السلف التي فيها تفويض الكيفية، فإن ما يتعلق بأسماء الله وصفاته كيفيتها لا يعلمها الناس، كيفيتها لا يعلمها الناس، وأما معانيها فهذا أشرف المعاني، وهي التي يكون فيها التدبر ويكون فيها الفهم. وفي أثناء نقل شيخ الإسلام ابن تيمية في الكتب نقل عن عالم من علماء المالكية نقل ما كتبه في هذه العقائد، وإن كان عنده أخطاء في بعض الجوانب لكن في العقيدة التي نقلها صحيح، لم ينقل منه إلا الصحيح، وهو أبو عبد الله بن خفيف، فهذا وإن نسب إلى التصوف لكن التصوف في بداية الأمر كان مبالغة في الزهد في بداية الأمر، ثم بعد ذلك انحرف انحرافا كبيرا حتى اعتقدوا الحلول وأن الله حال في خلقه والعياذ بالله، واعتقدوا الاتحاد أنه متحد مع خلقه، وأنكروا مسائل كبيرة من مسائل العقيدة وهي المتعلقة بعلو الله على خلقه، وأولوها أول هذا العلو وحملوه على علو الرتبة فقط، علو الرتبة وعلو المنزلة، وأما العلو الحقيقي وهو علو الذات واستواؤه سبحانه وتعالى على العرش فهذا أولوه وحرفوه، وهذا العالم المالكي ابن خفيف يرد عليهم هذا الكلام كما رد غيره من أهل العلم، ويبين بطلان هذا التأويل المنحرف وأنه ليس من عقائد المسلمين، وإنما هو دخيل عليهم. ثم
أشار ابن خفيف إلى مسائل التي نقل الإجماع عليها، ومنها مسائل كثيرة في العقيدة استعرضها ومرت معنا في دروس سابقة، ووقفنا في حديث عند حديث أشكل على بعض الناس ولم يفهموا كلام أهل العلم فيه، وظنوه أنه يدل على التشبيه، وهو الحديث المسمى بحديث الصورة في صفحة 272 عندكم أو 73. هذا حديث الصورة، وهذا العالم يقول أنه صنف في ذلك كتاباً مفرداً. هذا العالم المالكي صنف في ذلك كتاباً مفرداً عن الحديث الصحيح الذي أثبت الذي فيه إثبات الصورة لله عز وجل، وهذا نص الحديث. فنص الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم على صورته، خلق آدم على صورة الرحمن، إن الله خلق آدم على صورته. وهذا الحديث صحيح، وهو ما مروي في أصح الكتب الحديثية، صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، ولا ينبغي إنكاره، لأن الجهل عند بعض الناس لا يعرفون معنى الحديث، ما فهموا معنى الحديث. فهذا الحديث شرحه أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وشارح هذا الكتاب الفتوى الحموية وهو معالي الشيخ صالح آل الشيخ، له بحث جميل جدا استقاه من العلماء، فنحتاج أن نتبين ما ذكره ووضحه. فهو بين أن هذا الحديث لا يدل على التشبيه ولا يدل على المماثلة، وإن له معنى مقبولاً شرعاً، وأن هذا المعنى هو الذي فهمه العلماء الذين شرحوا الأحاديث، ومنهم الإمام ابن قتيبة. وابن قتيبة من علماء أهل الحديث ومن علماء السنة، ولذلك يقال عنه خطيب أهل السنة، كما أن الجاحظ خطيب المعتزلة، فهو خطيب أهل السنة. وقد ناقش هذا الأمر في كتاب له جميل اسمه تأويل مختلف الحديث، تأويل مختلف الحديث، وهذا الكتاب مطبوع وموجود، وشرحه كثير من الناس، ومن آخر من شرحه الشيخ أسامة خياط إمام الحرم، فإنه شرح هذا الكتاب. فنريد أن ننظر إلى المراد بهذا القول أنه خلق آدم على صورة الرحمن، وملخص الكلام الذي ذكره أنه خلقه على صورة الرحمن، يعني على الصفات، يعني أن الله أعطى آدم من الصفات، الصفات في الأصل وليس المشابهة، في أصلها التي للرحمن صلى الله عليه وسلم، للرحمن عز وجل، فإن الرحمن له وجه وآدم له وجه، والرحمن له عينان وآدم له عينان، والرحمن له أصابع وآدم له أصابع، والرحمن له ساق
وآدم له ساق، والرحمن من صفاته أنه ومن أفعاله أنه يغضب، وآدم يغضب. فالصفات سواء كانت ذاتية ولا غيرها التي في ابن آدم هي في الله عز وجل، لكن ليس كمثله شيء، ما في مشابهة، وإنما اشتراك في المعنى. والاشتراك في المعنى لا يدل على المشاركة في الكيفية. والذين فهموا أن المراد بهذا المشاركة في الكيفية نفوا هذا الأمر. لماذا نفوا؟ قالوا هذا فيه تشبيه، والتشبيه منفي عن الله عز وجل، لقول الله عز وجل ليس كمثله شيء. ولا شك أن التشبيه منفي عن الله، والمماثلة منفية عن الله، لكن من قال لهم أن هذا هو معنى الحديث؟ هذا ليس معنى الحديث، معنى الحديث ليس ذلك. لننظر ما ذكره الشيخ هنا، قال: وهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: خلق الله آدم على صورته. قال: فالله عز وجل خلق آدم على صورة الرحمن، يعني على صفاته، فخص آدم عليه السلام من بين المخلوقات بأن له من الصفات جنس صفات الله عز وجل، يعني أن الله عز وجل له وجه، وجعل لآدم عليه السلام وجه، وله سمع، وجعل الله عز وجل له سمع، وجعل لآدم سمع، وله بصر، وجعل لآدم بصرا، وله أصابع، وجعل لآدم عليه السلام أصابع، وله قدمان، وجعل لآدم قدمين، وله ساق، وجعل لآدم ساقا، إلى آخر ذلك. فهذا اشتراك في الصفة، انتبهوا للعبارة، اشتراك في الصفة لا اشتراك في الكيفية، هذا اشتراك في الصفة. الاشتراك في الصفة لا يعني الاشتراك في الكيفية، لأن هذا باطل. ما هو الباطل؟ الاشتراك في الكيفية، ما في مشابهة لله عز وجل ولا كيفية له، يعرفها الخلق، لكن له صفات لها معاني. قال: فالله عز وجل جعل لآدم من الصفات مثل الصفات التي ذكرنا، سواء الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية، كالقوة، يعني آدم له قوة والله له قوة، لكن شتان بين هذا وهذا، والغضب، الله يغضب وآدم يغضب، الرضا، الله يرضى وآدم يرضى، الكلام، الله يتكلم وآدم يتكلم، إلى آخر هذه الصفات. فجعل صفات آدم على صفات الرحمن، هذا معنى الحديث. كما جاء في الحديث: خلق الله آدم على صورته. وقوله على عبارة على ليست للتمثيل وليست للتشبيه، وإنما هي في اللغة للاشتراك، وهذا الاشتراك حاصل بدلالة النصوص. فما فصل في هذا الموضع مما ينقله العلماء أجمل في قوله صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم على صورته. فقوله على يقتضي الاشتراك ولا يقتضي المشابهة ولا المماثلة في الكيفية ولا الاشتراك. والاشتراك في الصفة يعني في غاية الصفة. يعني لا في الكيفية ولا في غاية الصفة.
إنما هو اشتراك في جنس الصفة. لاحظتم؟ الصفة لها غاية، ولها الصفة لها غاية ولها جنس. فمثلا القوة لها غاية، القوة التي لا أعظم منها هذه خاصة بالله عز وجل. آدم له قوة لكنها على قدره، على قدر المخلوق. الله له سمع لا حد له، يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة السوداء على الصفات السوداء. وآدم يسمع الأشياء القريبة منه، ففيه غاية الصفة، هذه غاية الصفة تكون لله عز وجل. والاشتراك يكون في المعنى المجمل، الاشتراك يكون في المعنى المجمل حتى تفهم المعاني. لولا وجود هذا الاشتراك ما فهمت المعاني أصلا. كيف أنت تفرق بين صفة اليد وصفة الكلام وصفة الوجه؟ كيف تفرق بينها لولا وجود معاني عامة لها غاية لا يتطرق إليها التمثيل ولا التشبيه، ولها معنى يكون فيه الاشتراك؟ قال: ولذلك جاءت في الأحاديث أنه على صورة خاصة. هو استدل على هذا بحديث: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. هذا في تفسير معنى على، انتبهوا لهذا المسائل حتى يتصحح عندكم التصور والفهم. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن أن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، يعني ليلة 15. هل القمر له عينان؟ ما له عينان، وهو يقول على صورة البدر. إذن العلى لا تعني المشابهة، كلمة علي لا تعني المشابهة. لو كان كلمة على تعني المشابهة لكان القمر له عينان وله فم ويتكلم، وإنما المراد على صورة القمر في الضياء والجمال والبهاء فقط. على صورة القمر في الضياء والجمال والبهاء. فنفهم من هذا أن كلمة على لا تعني المشابهة من كل وجه. أكررها، كلمة على لا تعني المشابهة من كل وجه. فإذا قيل إن الله خلق آدم على صورته أو على صفته لا تعني المشابهة من كل وجه البتة، ولكن ما وإنما تعني المشاركة في الصفة. ولذلك يعني خبط الناس خبطا كثيرا في فهم هذا الحديث، و تأويل هذا الحديث تأويلات باطلة كثيرة، وخاصة الجهمية. وتبنى مذهب الجهمية المعتزلة وغيرهم فنقلوا هذا التأويل المنحرف لعدم فهمهم لمعنى الحديث. هو ذكر لإمام من الأئمة من أئمة أهل السنة كلام في هذا الحديث، وهذا الإمام هو ابن خزيمة، وابن خزيمة إمام كبير من أئمة أهل السنة، وله كتاب عظيم اسمه كتاب التوحيد. لكن ابن خزيمة أعل هذا الحديث وقال فيه علل ثلاث، فهو رده من جهة المعنى، ما رده كما رده المعتزلة ولا كما رده الأشاعرة ولا غيرهم، فإن هؤلاء ردوه من جهة العقل.
وانتبهوا، يعني ابن خزيمة ما حكم عقله في النص، وإنما تبين له حسب اجتهاده أن هذا الحديث فيه علل، لكن اجتهاده غلط، رد عليه العلماء، ولذلك ما بدعوا ابن خزيمة، ما بدعوا ابن خزيمة. السبب إيش؟ يعني مجاملة؟ يعني وقع في بدعة وجاملوه ما بدعوه؟ لا، ليس الأمر كذلك، لكن المنهج الذي سار عليه ليس هو منهج أهل البدع، فإن أهل البدع لا يرون أصلاً دلالة النصوص قطعية، ولا يأخذون أحكام العقائد من الأحاديث، وإنما يأخذونها من العقول. ففرق بين شخص يقع في مخالفة الحق بسبب اجتهاده في صحة الدليل، وبين شخص لا يقيم للدليل وزنا أصلا، فذاك طريق أهل البدع الذين لا يأخذون العقيدة إلا من العقول، والنصوص جميعا حتى دلالة القرآن يرونها قطعية الثبوت ظنية الدلالة، ولذلك ويقولون نحن لا نقبل في العقيدة إلا قطعي الدلالة، وعندهم قطعي الدلالة العقل، وعندهم ظنية الدلالة، فالقرآن عندهم كله ظنية الدلالة، ولا يقبل، ولذلك ردوا أحاديث الأحاد لأنهم يقولون نريد المتواتر، لا نقبل إلا المتواتر، لا نقبل إلا المتواتر. فاعرفوا سبب الانحراف، سبب الانحراف الذي خالف منهج الصحابة وأخذ فلسفة أهل الكلام وأهل علم الكلام، فهذا ما استفاد من الوحي، ولذلك أنكروا صفة العلو، أعظم صفة لله عز وجل أنكروها، وقالوا هذا فيه إثبات المكان لله والله منزه عن المكان، وهم ما فهموا حتى معنى النصوص، فهموا أن الله في السماء، أن السماء تحيط به وتحويه، وهذا ليس صحيحا، ليس معنى أنه في السماء أن السماء مكان له وأنها تحيطه السماء، وإنما حرف الفي هذا بمعنى على، يعني على السماء. وبين لهم الذين ناقشوهم من أهل السنة أن هذا يعني أسلوب عربي صحيح بليغ، وذكروا من ذلك ما جاء في القرآن: لأصلبنكم في جذوع النخل، لأصلبنكم في جذوع النخل، وفرعون ما يبي يحفر لهم وسط الجذع ويدخلهم في الجذع، فصار في هنا بمعنى على، يعني لأصلبنكم على ايش؟ على جذوع النخل. لكن هو المشكلة عدم فهم اللغة العربية فهما صحيحا، وعدم أخذ العقيدة من الصحابة، أوقع أهل الكلام وأهل الفلسفة في هذا الانحراف. فقال كما جاء في الحديث المتفق على صحته قوله صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. فقوله على صورة القمر يعني على صفة القمر ليلة التمام، وكذلك من الصفات التي جاءت في الأحاديث أن الله عز وجل أن لله عز وجل صورة خاصة، له صورة خاصة، والصورة الخاصة غير الصورة العامة، انتبهوا لهذا، له صورة خاصة وله صورة عامة، كيف يفرق بينهما؟ قال: الصورة العامة يعني الصفات، إذا قلنا إن لله صورة عامة يعني أن لله صفات،
انتبهوا، إذا قلنا أن لله صورة عامة يعني له صفات، والصورة الخاصة هي اجتماع الصفات. أن إذا اجتمعت الصفات لله عز وجل في ذاته فإن الله عز وجل له ذات، وهذه الذات هي منفصلة عن الصفات؟ لا، إذا اجتمعت الصفات فهذا هي الذات، فهذه هي الصورة الخاصة. ولهذا مما أورده على هذا الأمر أن وهذه الصورة ليست كصورة المخلوق، وهذا يعني أن الصورة الخاصة لله عز وجل أن العامة يعني له صفات، وجعل المخلوق من الصفات على صفات الرحمن يعني أن له صفات، وهذا خاص بآدم. يعني لو تأملت كل المخلوقات ما تجد أنها مثل الإنسان في الاشتراك فيما بين صفاته وصفات الرحمن عز وجل. فصفات الرحمن تجد معانيها في الإنسان بما يناسب ذات الإنسان، وهذا هو التحقيق في معنى الحديث، خلافاً لمن فهموا منه التمثيل أو التشبيه أو الذين ردوه أو الذين جعلوا معنى الصورة الخاصة وليست الصورة العامة التي هي بمعنى الصفات. والفرق بين الصورة الخاصة والصورة العامة كالفرق بين الإسلام الخاص والإسلام العام. يعني الإسلام في إسلام خاص وفي إسلام عام. كيف؟ قال الإسلام ثلاث مراتب، الإسلام العام ثلاث مراتب، إسلام وإيمان وإحسان كما جاء في حديث جبريل. وهذه ألفاظ في اللغة يكون اللفظ عاماً ويدخل في تقاسيمه خاص، وهو نفس اللفظ. فالصورة هي هيئة اجتماع الصفات، والصفات صورة أيضاً مثل ما جاء في الحديث الذي في الصحيحين إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر، يعني على صفته في الوضاءة والضياء والكمال كما أجمع عليه الشراح. يعني العلماء السابقين كلهم أجمعوا على هذا، لكن المشكلة أن أهل البدع لا يرجعون إلى الإجماع ويخالفون الإجماع. قال هذا هو دلالة اللغة ودلالة موارد الكلمة في الأحاديث، والله عز وجل له صورة مثل ما جاء في أحاديث كثيرة غير هذا الحديث، كما في قوله صلى الله عليه وسلم فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة. فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فلا يكلمه إلا الأنبياء، فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون الساق، في علامة الساق، فيكشف عن ساقه إلى آخر الحديث. فجاء في الأحاديث إثبات الصورة لله عز وجل، وهذه الصورة الخاصة، هذه الصورة الصورة الخاصة يعني الصورة التي معناها هيئة اجتماع الصفات
فالله سبحانه له صورة تليق بجلاله وعظمته، واجتماع صفاته ليست كاجتماع صفات المخلوق، فما خطر في بالك فإن الله عز وجل بخلافه، فالمخلوق اجتمعت فيه صفة الأصابع مع صفة اليد مع صفة الوجه مع صفة القدمين على هذا النحو الذي أمامك في الإنسان، والله عز وجل اجتماع صفاته في صورة لا يجوز أن نجعل هذه الصورة كصورة الإنسان، لأن هذا تمثيل، والقاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما حديث خلق الله آدم على صورته، لفظة على تقتضي الاشتراك والمطابقة في الصفات لكن لا تقتضي المماثلة. طبعاً الشيخ يعيد ويكرر حتى لا يفهم الإنسان غلط في عقيدته، وحتى يعرف إجماع أهل السنة والجماعة. قال: فإذا نظرت إلى صفات آدم تجد أن الله خلق آدم على صفاته سبحانه، سواء الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية، فالوجه والعينان والسمع والبصر والقوة والإرادة والمشيئة والمحبة والرضا والغضب والأصابع والقدم والساق والنفس والاستواء والمجيء والإتيان، هذه الصفات هي معنى قوله معنى قوله خلق الله آدم على صورته، يعني مجتمعة فيه هذه الصفات، ولا تجتمع في غير آدم. إذا نظرت إلى الإبل أو إلى الأسود أو نحو ذلك ما تجتمع هذه فيها كلها، ولذلك الصورة ما تجتمع فيها كل هذه الصفات من الإرادة ومن الصفات الأخرى، الضحك، فإن الله يضحك، من الكلام، الأسد لا يتكلم، إلى غير ذلك، إلا إذا أراد الله أن ينطقه. فهذا معنى خلق آدم على صورته، يعني هذه الصفات شرف آدم وهو تشريف لآدم وخلقه على هذه الصفات. ولهذا قال: فليس في الحديث هذا شيء جديد، في الحديث إجمال تفصيله في الأحاديث الأخرى. وهذا أشار إليه ابن قتيبة في كتابه تأويل مختلف الحديث، قال في كتابه تأويل مختلف الحديث، قال: استعظموا هذا الحديث. من الذي استعظموا؟ الضمير يرجع إلى أين؟ إلى أهل الكلام الذين أخذوا عقائدهم من الكلام والفلسفة. قال: استعظموا هذا الحديث لعدم الفهم له ولعدم سماعهم له، وإلا فليس هو أعجب من نصوص إثبات الصفات، كقوله: بل يداه مبسوطتان، وكقوله: وكقوله: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، والآيات كثيرة في هذه الصفات. فهذا وهذا باب واحد، هذا وهذا باب واحد، على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وحديث خلق آدم على صورته جاء في الصحيحين
بألفاظ مختلفة. فجاء في بدء خلق آدم: خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعاً. هذا يعني على صورته، لكن طوله 60 ذراعاً هذا ليس لم يرد في صفات الله عز وجل، هذا كيفية، هذه كيفية. ولم يقل أحد من أهل السنة أن الله عز وجل طوله 60 ذراعاً، ما أحد قال ذلك أبدا، لكن على صورته إثبات الصفات. فخلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعاً. فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة. والنفر جلوس، فاستمع ما يحيونك به إلى آخر الحديث. وجاء في رواية عند مسلم: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. لماذا؟ قال: فإن الله خلق آدم على صورته، يعني خلق له وجها، فإذا قتلت أحد فكرم الوجه، لأن الله كرم أبانا آدم وجعل له وجها. لكن وجه بهذه الكيفية خاص بآدم، لأن بقية الحيوانات وجوهها ليست كوجه آدم. وفي رواية: لا تقبح الوجه فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن. يعني ما دام أن له وجه فهذا لا تقبح هذا الوجه الذي كرم به ابن آدم، ولأن الله له وجه مكرم. وهذا الحديث الذي صححه الإمام أحمد وإسحاق وجماعة من أهل العلم، قال بعض أهل العلم: على صورته يعني على صورة المضروب. هذا تفسير لبعض العلماء، وهذا منقول من قديم من بعض العلماء، كما في تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، وكما هو في إيضاح الدليل لابن جماعة، وكما هو في تفسير القرطبي. فقد فسروا على صورته يعني على صورة المضروب. أما من أرجع الضمير إلى آدم في قوله على صورته يعني على صورة آدم، قال: فهذا قول الجهمية. من قال المراد أنه خلق آدم على صورته يعني على صورة آدم، فهذا قول الجهمية، يريدون تفريغ الحديث من معناه، لأن آدم لم تكن له صورة قبل أن يخلق، كما قال الإمام أحمد لما قيل له: فلان يقول على صورته يعني على صورة آدم، فقال: وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلق؟ هذا قول الجهمية، يعني قول الذين يريدون نفي الصفات. فإن قول الجهمية ملخصه نفي الصفات أو أكثر الصفات عن الله عز وجل. فالإمام أحمد يعلم، وكذلك أهل اللغة في زمانه، وحتى الجهمية يعلمون أن على صورته يعني على صفاته. فإذا قالوا على صورته يعني على صورة الرحمن أي على صفاته، اضطروا إثبات تفصيلاتها في النصوص. ولكن لما أرجعوا الضمير إلى آدم صار المقصود منتفياً، فصار الحديث ليس فيه إثبات الصفات أصلاً، وهذا الحديث يدمغ المؤولة والمشبهة والمعطلة. لكن الشان في فهمه كيف يفهم،
قال: وأنا أعجب كثيرا من بعض من ينتسب إلى العلم ويظن أن الحديث فيه تمثيل أو فيه تشبيه، وهذا لأجل فساد اللغة، يعني لأنهم ما يفهمون اللغة وظنوا على صفة كذا يعني التشبيه. قال: هذا بسبب فساد اللغة، فإن على في اللغة ليست بمعنى مثل، لما تقول خلق آدم على صفته يعني ما هو مثل صفته، على غير مثل، بالاتفاق. فقوله خلق الله آدم على صورته أو على صورة الرحمن ليس معناه مثل صورة الرحمن كما تقول هذه أخلاقه على أخلاق فلان، لما تقول عن شخص أخلاقه على أخلاق فلان تختلف العبارة، لو قلت أخلاقه مثل أخلاق فلان، إذا قلت أخلاقه على أخلاق فلان تختلف عن قولك مثل أخلاق فلان. وهذا عمله على عمل فلان، يعني أنه يتصف بصفات عمله يشترك معه، لكن لا يقتضي المماثلة في الكيفية ومقدار العمل، فإن على قد تقتضي التشابه في أصل المعنى، وهذا لا ننفيه، إنما ننفي التشابه في تمام المعنى، إنما ننفي التشابه في تمام المعنى، يعني في كماله أو في الكيفية. ولهذا قال شيخ الإسلام أطال جدا في بحثه على هذا الحديث، ورد على ابن خزيمة تضعيفه للحديث إن الله خلق آدم على صورة الرحمن ونفيه لمعنى الصورة، وهذا مما زل فيه ابن خزيمة رحمه الله، رد عليه في بحث معروف نحو 50 أو 60 صفحة كبيرة. هذا أيضا رد عليه الشيخ التويجري رحمه الله في كتابه عقيدة أهل الإيمان، وكذا الشيخ عبد الله الغنيمان في شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، وعزاه إلى نقض التأسيس أيضا هذا كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية. فهؤلاء علماء أهل السنة بيّنوا المعنى الصحيح ونقلوا الإجماع على ذلك. هذا ملخص ما دار حول هذا الحديث. فأنتم فهمتم؟ أسألكم ولا ما أسألكم؟ فهمتم ولا؟ ولا تدركون المعنى العام؟ المعنى العام وهو إثبات الصفات هو مذهب الصحابة، ثم نقله عنهم التابعون، ثم نقله عنهم أتباع التابعين، ثم نقله عنهم أهل السنن الذين في كتب السنن وفي كتب المفسرين، كلهم نقلوا هذا، كلهم نقلوا هذا الإجماع. أما الانحراف فهو حدث مبكر، الانحراف في إنكار هذا فإنه حدث مبكرا من أيام بشر المريسي وغيره الجهمية الذين تأثروا بعقائد السمنية وغيرهم، وهم الذين يسمون أهل الفلسفة وأهل الكلام، ولهم منهجية في إثبات العقائد غير منهجية أهل السنة، لهم منهجية تعتمد على العقل، يقولون نحن نعرض أي شيء على عقولنا، فعندهم أن ما تفهمه العقول قطعي
فإذا حققت معهم وجدت أنهم يتناقضون، فبعضهم تجد المعتزلي يقول هذا ينفيه العقل، ويأتيه الأشعري ويقول لا ما صدقت، هذا يثبته العقل. طيب من الذي يتحدث باسم العقل؟ من هو الذي يتحدث باسم العقل ويقول يثبت هذا وينفي هذا؟ ثم هل ردهم الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم الصحابة؟ قال ما أثبتته عقولكم أثبتوه وما نفتهم فانفوا؟ أبدا لم يحصل ذلك. فهل بلغ عن الله ولا ما بلغ؟ لما أمرهم بالرجوع إلى الكتاب والسنة هل بلغ ولا ما بلغ؟ بلغ. هل قال إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت الأمانة ونصحت. هل ترك شيئا في الدين ملتبسا؟ أبدا. ولذلك لا يحيد عن الشريعة ذات اليمين أو ذات الشمال إلا مفتون، وكل ما يحتاجه الناس فإنه في دينهم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغه. وهذا معنى قوله تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولذلك الذين يريدون الآن التشريع للمجتمعات يضعون أحكاماً للمجتمعات تسير عليها المجتمعات، أصحاب القوانين الوضعية الذين يجعلون أحكام للحدود وأحكام لحياة الناس، يضعون أحكام من عند أنفسهم، وهذه الأحكام موجودة في الكتاب والسنة، لماذا لم يرجعوا إليهم؟ لماذا لا يأخذونها من الكتاب والسنة وهم مأمورون بالرجوع إلى الكتاب والسنة؟ لماذا يرجعون إلى القانون الفرنسي ولا القانون الأوروبي ولا القانون الأمريكي ويستمدون منه أحكام حياتهم، أحكام تكون في المال، تكون في الأسرة، تكون في المجتمع؟ لماذا يأخذونها؟ بين أمرين، إما أنهم لا يؤمنون بالشريعة أصلا، لا يريدون الشريعة، وهذه زندقة لا شك، وإما أنهم يرون أن الشريعة لا تناسب هذا العصر، هكذا زعم أن الشريعة لا تناسب هذا العصر. فمعنى ذلك أن الله أنزل القرآن وأنزل السنة لزمن محدد أم إلى قيام الساعة؟ هل أنزل القرآن والسنة إلى زمن محدد أم إلى قيام الساعة؟ فمن أخذ دينه من الكتاب والسنة فقد نجا، ومن انحرف والتفت إلى القوانين الوضعية فهو كالذين انحرفوا في باب العقائد ورجعوا إلى علم الكلام وإلى علم الفلسفة. وبعضهم تحت ضغط الحضارة المعاصرة وكلامهم الكاذب الفارغ عن مثل ومبادئ وقيم، ما عندنا يكفينا نكتفي به ونتعبد الله به، وهذا يقين لا شك في ذلك أنه أصلح من أحكام البشر، أحكام الله أصلح من أحكام البشر لا شك في ذلك، وهذا قضية إجماعية، لكن الناس ابتلوا بالشكوك وبالتقليد الأعمى وبالجهل المعاصر وبالسير وراء المنحرفين، فإن فيه منحرفون يظنون أن الرقي والتقدم ونحو ذلك هو أن تأتي بزبالة هذه الفرق وتلك الدول الكافرة وأن تطبقها على المجتمعات الإسلامية.
أما المسلم الحق فهو الذي يعتز بقرآنه وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ينسب النقص للرسول صلى الله عليه وسلم، إما ينسب له عدم البلاغ، وإما ينسب له أنه ما حذر الأمة من كل ما يضرهم ونحو ذلك. ولهذا انظروا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى في يد عمر بن الخطاب نسخة من التوراة، عمر بن الخطاب حصل نسخة من التوراة فصار يقلبها في يده، فلما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم غضب وقال: أمتهوكون أنتم يا ابن الخطاب؟ لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي. يعني موسى لو كان حي ما يتبع هذه التوراة، والتوراة التي كانوا يقلبونها اختلط حقها بباطلها، وإلا فهي كتاب سماوي. الإنجيل اختلط حقه بباطله، فلما جاء الدين جاء الله بالدين الإسلامي صف العقيدة الصافية، والأنبياء على عقيدة واحدة، الأنبياء جميعا على العقيدة الصافية، الأنبياء على عقيدة صحيحة صافية. فلو كان موسى حيا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن دين الرسول هو الدين الخاتم، هو الذي لا يسع أحد الخروج منه. فهمتم هذا الأمر؟ لعلنا نكتفي في هذه الليلة بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفرك اللهم وأتوب إليك.